شكرا بهاء، اكيد مشاهدينا متابعين باخر فقرات صباحنا غير. أكيد يا زينب، ومحطتنا الأخيرة لليوم رح نقارب فيها عالم الحرف من الإحساس والكلام يلي بيلامس شغاف القلب وبيتربع على مساحة وجدانية من الشعر يلي بيجسد الحالات الإنسانية بكافة تجلياتها. اليوم رح نخصص الحديث لنسلط الضوء على تجربة إبداعية اتخذت مكان لها بالفضاء الشعري وعالم الأدب، ورح يكون حديثنا عن الشاعرة اليسار الحكيم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد والفل، أهلا وسهلا فيكم. شكرا. يسعد صباحك. شكرا. يعني ما رح نحكي كتير، رح نسمع. وافقتي بالبداية؟ نعم. بالبداية صباح العز والنصر لسوريا الأبية، صباح جيشنا البطل، صباح شهدائنا اللي زرعوا أراضينا بطيب الجنة. بداية أتيت إليكم بفيض الكلام، بكمشة نور بدن وجام، أرش الحروف على كل ساح، تعطر مجد لها في الشآم. إلي سارة، إلي سارة عدت، إلي سارة عدت وبي من حلاها، روايات عشق لعهدي حرام. فأمس لعشتار غنى لحونا، ومن أدونيس ارتشفت الهيام، ومن أوغريتا تسافر رقم لتخبرنا عن حكايا الأنام. وقد موس ضج شقاق أوروبا، فأهدى العلوم لها والسلام. وعمريت أخت الزمان تشارك أرواد كأس الطلا والغرام. وفي قاسيونا حماة عتاة حماة الحمى والسما والسلام. ففي كل شبر من الأرض نلقى أوابد تحكي بدون كلام. فتاريخنا كم حكى من سطور تضيء حروفا تزيل الظلام. فهذه البلاد حكايات عشق غفت فوق صدر المدى كالوسام. هي سوريا بكل تجلياتها من غابر الأزمان حتى وقتنا الحاضر. أكيد يا أليسار، يعني حكيتي عن كل شبر بسوريا، ومثل ما قلتي هي سوريا. نعم. كان عندك موهبة البلاغة والتعبير من الصغر، كيف كانت أولى محاولات الكتابة؟ كيف بلشتي؟ الحقيقة لا شك الموهبة من الولادة بتكون من نعومة الأظفار، وإنما ما حدا بيكتشف حاله شاعر أو أديب، وإنما أنا اكتشفت بطريقة الصدفة. لطالما كنت أكتب خواطر نثرية عشق أيام المراهقة، ولكن بصراحة بتقري كتير يمكن هالقصص. بعدين صارت القراءة. وقت اللي بتكوني بالمدرسة بيكون همك الوحيد مطالعة دروسك. ما بالبدايات كانت عن طريق الفيسبوك، صار كان في جروب نحن وابن عمي وأصحاب، صاروا يكتبوا زجل ردي على ردي. اكتشفت انه انا والله ابن عمي قال لي والله عندك حرف. من وراء الحرف صرنا نتطور، اكتشفت انه انا لا ما بحب الزجل لانه ما بحسه انثوي كثير بصراحه. فقلت لا، بدي اكتب موزون. فصرت اقرا يعني عن البحور، تقسيم البحر، نوعيه الكلمه. بعدين اكتشفت انه انا عالم النثر، بحب النثر، ومجموعتي الاولى قصائد عابره هي مجموعه نثريه بامتياز. فالحمد لله رب العالمين وصلنا لهون. بس لا شك ما في موهبة بلا مطالعة وتغذية روح، تغذية دماغ. فأي شيء بدك توصلي إذا أنت منك متمكنة منه مستحيل يوصل. صحيح. اللي صار، خلينا نحكي شوي، يمكن الفنان هو عنده إحساس عالي للجودة، فما بالك إذا كان شاعر وبيحس بتفاصيل أي شيء بيكون حواليه. خلينا نحكي إنه شو هي الركيزة يلي بترتكزي عليها، مثلا مكان، حالة، هي يلي بتحفزك تكتبي الشعر، أو هي بتكون يمكن المحرض لحتى أنت تبدعي بكلماتك؟ الحياة الإنسانية بتقلباتها هي شاعرية بكل الأحوال. حتى بالحزن في شاعرية، بالفرح في شاعرية، بالعشق في شاعرية. أي حالة معينة قد تلد عندك فكرة شاعرية. أحيانا الست البيت، أنا مدرسة، بتكون عم تعلمي طالب، بتطلعي فكرة بكتبها دغري. وأنت ثقافتك، مخزونك الإبداعي هو اللي بينمي هي الفكرة الشعرية. المكان طبعا لا شك انه ما فيك تكتبي بالسيرفيس، ما بتقدري تكتبي بالضجه،
طبعا المكان لازم يكون مكان مريح حتى صفاء الذهن. اذا ما عندك صفاء ذهني ما بتقدري تكتبي حتى موضوع تعبير لابنك تساعدي فيه. فاكيد طبعا الحياه البشريه هي الاساس بالفكره، والمكان هو المساعد لانتاج فكره جيده. يمكن اللي صار من خلال اللي عم نعيشه في كثير قصص بتاثر بحياتها اي حدا فينا، فكيف الشاعر بيكون عنده احساس عالي؟ اكيد عم تسمعي كثير قصص، عم تشوفي كثير كمان قصص وحكايا عم يمكن تحفر بذاكرتك وعم تحفز عندك هي الكتابه. خلينا نسمع شيء ثاني منك. الحقيقه انا رح اقول قصيده بهديه للجيش العربي السوري اللي نحن بنعتبره انه شرفنا وعرضنا هو. يلا. أباتن عتات وفيكم رجوله بتيب الاصاله والكبرياء، ومنكم أساطير تحكي بطولة تضيء الدجى وتهز السماء. شموخا سمونا بفضل دماكم، وكم نبتت في الرياض دماء. أشادت صروحا علت وعهودا، تخلد سفرا لدى الأنبياء. دراغم أنتم تصونوا ربانا تزيل السواد وترعى الوفاء. فيا ربي بارك زنودا تكدوا لتصنع نصرا بدار البقاء. امين يا امين رب. ان شاء الله امين وان شاء الله هتم. سلامي لقلبي. شكرا. الله ينصرهم يا رب. ان شاء الله اللي يا صار رب. يمكن دائما الانسان طموح وبيحب يمكن يكون يعني او يكتب اكثر واكثر الشاعر. خلينا نحكي عن شو الشيء اللي عم تحضري له هيك رح يكون يمكن تغيير او نوع هيك انت نابع من قلبك اكثر. مثل ما حكينا انه انا بالنسبه لي الشعر ما كان مثل غيري مواضيع تعبيره، كان مجرد انه تسليه بالبدايه، كان مجرد تسليه. تعرفت على الاستاذ الكبير احمد يوسف داوود بطريق الصدفه باحدى المهرجانات، وسمعني عم القي قصيده للانثى اسمها مؤنثه. فقال لي الاستاذ انه انت عندك شيء حلو كثير بس بده تغذيه وبده شغل. فصرنا نشتغل على هذا الموضوع. وقت اللي حسيت حالي انه يعني ها صارت الفكره شبه ناضجه، قررنا انه نطبع ديوان. كان ديوان الاول قصائد عابره. انا اشوفه على الكاميرا اليسار. قصائد عابره هذا الديوان الاول. هيدا ديوان الاول رسميا. انا في عندي عباره عن مجلد خواطر انطبع بلبنان قبل بال 2007، ولكن ما كان الموضوع يعني انه شعر او اني انا اطلع، او كان الموضوع مجرد مزح يعني نشري. أيوه. لا مزح. كان موضوع الشعر بالنسبه لي موضوع انه حدا عنده وقت وبده يعبيه. بعدين صار الموضوع لا اكثر، لانه صرت اشوف انه الساحه مليانه عالم بتكتب وعالم ما بتعرف تكتب. وقت اللي شفت تشجيع من اساتذه على مستوى الاستاذ عصام ترجحاني، شاعر فلسطيني مقيم بحلب من كبار الشعراء بسوريا، هو عمل لي قراءه عن الديوان. الاستاذ احمد يوسف داوود استاذ مدني بمعلوماته، رسم لي طريق، علمني كيف بدي اقرا وكيف لازم انظم او اكتب القصيده النثريه. في اشخاص كثير كانوا وراي يعني ما، وهيدا الشيء خلى ديوان الاول يصير جاهز وان شاء الله يعني بين يدي، والديوان الثاني ان شاء الله عم نشتغل عليه. يمكن اللي صار اول شيء بدي اقول لك مبروك على ديوانك الاول، وبدي اقول لك يمكن انت حكيتي انه في هلا زحمه، كل شيء صار متاح بهي الفترة. فكيف الواحد في يكون مميز؟ شو انت القصص اللي عم تتميزي فيها؟ شو بتحسي انك تأثرتي بشعراء سوريين او عرب فعلا افادوكي وغذوا هي الموهبة اللي عندك؟ هلا الشيء اللي صار انه الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي فتحت المجال لحتى الكل يعرض موهبته، الموهوب وغير الموهوب. حتى في عالم بتقتبس يعني بتشيل نصوص لشعراء كبار، بتصير تغير احرف تغير كلمات حتى تطلع بنص جديد. لحتى الواحد يتميز بده يكون عنده فكر متميز، حرف متميز، ثقافه متميزه. يعني الشعر مو بس انا اكتب شعر او اقعد تحت الصفصافي ورندح لي موال، لا. الشعر انك انت تعرفي تلقطي الفكره المميزه، الصوره المميزه، تقرشفي تحطيها ضمن اطار مميز حتى تطلع اللوحه مميزه. اذا ما في تكامل بالعمل ككل اكيد العمل بده يطلع اجوف، والاجوف ما حدا بيطلع فيه. اكيد العالم كله بدها تعرض اللي عندها،
وكل انسان بده يبين مواهبه وشو عنده قدرات، بس اكيد ان احنا تحت مجهر، وهالمجهر او تحت غربال، وهالغربال اكيد بده يغربل نظيف من الوسط من السيء. وان شاء الله يا رب يكون انا من العالم الجيدين، اكيد مني رح بتمنى اطمح وصير افضل بكثير، او احذو حذو يعني السابقين، ولكن ان شاء الله يعني ما حدا على، طالما الامل موجود نحن تحت الامل يعني ان شاء الله، وانا عم بسعى لهالشيء ان شاء الله. ان شاء الله اكيد اليسار الحكيم، نحن كثير انبسطنا اليوم بوجودك، وشكرا كثير وموفقه يا رب، ونشوف دواوين عديده يمكن بمكتبتك الشعريه. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير يا اليسار، ومبروك على الديوان الاول، وان شاء الله هيك نشوف لك دواوين عديده. شكرا لوجودك. شكرا لكم. شكرا كثير. زينب، لهون حلقتنا بتكون وصلت للختام، تحيتنا اكيد.